السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في هذا الفيديو النادر جدا حول مراسم تعيين أول حكومة يسارية في تاريخ المغرب ورابع حكومة في تاريخ المغرب المستقل. تم تعيينها من طرف الملك الراحل محمد الخامس رحمه الله بتاريخ 24 دجنبر 1958، واستمرت في أداء مهامها حتى إلغائها في 21 ماي 1960. وتكونت هذه الحكومة من عدة شخصيات، على رأسها الوزير الأول وهو عبد الله إبراهيم، ثم نائب الوزير عبد الرحيم بوعبيد ووزير الاقتصاد الوطني والمالية كذلك، ووزير العدل أحمد البحنيني، وإدريس المحمدي وزير الداخلية، ومحمد عواد وزير الدفاع الوطني، وعبد الكريم بن جلون التويمي وزير التربية الوطنية، والتهامي عمار وزير الفلاحة، وعبد الرحمن بن عبد العلي وزير الأشغال العمومية، ثم محمد المعطي بوعبيد وزير الشؤون الشغل والشؤون الاجتماعية، ثم يوسف بالعباس وزير الصحة العمومية، ومحمد المذبوح وزير البريد والتلغراف والتليفون. يمكن أن نقول بأنه وزير الخارجية في عهدها. إذن هذه الحكومة هي حكومة يسارية عينت لتحقيق عدة أهداف رسمها لها الملك محمد الخامس، من بينها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تعيين مناصب للعاطلين عن العمل، والتحرر من التبعية للغرب خصوصا الاقتصاد الفرنسي، وكذلك تلبية مطالب قبائل الريف وأزمة الريف التي عرفها المغرب في 58. إذن هذه الحكومة قدمت خدماتها لسنتين ثم تم إلغاؤها، وهي شكلت مرحلة انتقالية ما بين حكم محمد الخامس والحسن الثاني رحمه الله. دورها شبيه جدا بحكومة عبد الرحمن اليوسفي التي كذلك جاءت مرحلة انتقالية ما بين حكم الحسن الثاني رحمه الله محمد السادس. هذه نبذة مختصرة عن مراسم تعيين الحكومة اليسارية في المغرب سنة 1958.